السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بإنجاز مجموعة من التمارين الداعمة الخاصة بالمستوى الخامس ابتدائي اللغة العربية مكون التراكيب. الوحدة الرابعة: سلب سهم ما يناسب كل جملة ونوع المفعول فيها. اختبأ العدو خلف الجبل، إذن هنا المفعول فيه هو خلف، نوعه ظرف مكان. بالنسبة للمفعول فيه فهو اسم منصوب يدل على زمان أو مكان حدوث الفعل، أي أنه يجيب على متى وأين وقع الفعل. بالنسبة لهذه الجملة: اختبأ العدو خلف الجبال، نقول هنا السؤال: أين اختبأ العدو؟ اختبأ العدو خلف الجبال، إذن هنا ظرف مكان. استمتعت بالعرض المسرحي صباحا، ظرف زمان، نفعل فيه هنا ظرف زمان هو صباحا. تغيب التلميذ شهرا كاملا، إذن هنا المفعول فيه ظرف زمان كذلك. شربت الشاي ساعة الرحيل، ساعة الرحيل يعني وقت الوقت، وقت الرحيل اللي هو ساعة الرحيل، هنا ظرف زمان. استرحت جانب النهر، ظرف مكان. سؤال ثاني: استخرج المفعول فيه وبين نوعه وحالته الإعرابية. الجملة الأولى: وضعت المفاتيح فوق المنضدة، المفعول فيه هنا فوق، نوعه هل هو ظرف مكان أم ظرف زمان؟ طبعا الحال هنا ظرف مكان، حالته الإعرابية منصوب، إذن هنا منصوب على الظرفية. رافق محمد أخته يوم الاثنين، إذن المفعول فيه يوم، ظرف زمان كذلك، حالته الإعرابية منصوب. نام الفلاح تحت الشجرة، المفعول فيه تحت، نوعه ظرف مكان، حالته الإعرابية منصوب. ظهر فيروس كورونا عام 2000، إذن هنا مفعول فيه عام، هو ظرف زمان، حالته الإعرابية منصوب. دائما المفعول فيه يكون منصوب. اجتزنا المباراة مساء، إذن هنا السؤال: متى اجتزنا المباراة؟ الجواب: مساء، فهو ظرف زمان كذلك منصوب. وأخيرا: توجد الصيدلية أمام المخبزة، إذن هنا لدينا الظرف المفعول فيه هو أمام، نوعه ظرف مكان كذلك منصوب. ثالثا: أتمم الجمل بمفعول فيه مناسب. تسلم الطالب الجائزة، إذن يمكن أن نقول أمام الجمهور، أمام هنا ظرف هو مفعول فيه ظرف مكان. قمت ببعض الحركات الرياضية مثلا صباحا، مفعول فيه ظرف زمان. حصل الموظف على الإجازة شهر غشت، ظرف زمان. رابعا: أعرب ما يلي. زرت المتحف ظهرا، زرت هو فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، وهي يعني التاء المتحركة، وهي ضمير متصل في محل رفع فاعل. المتحف مفعول به منصوب، وعلامة نصبه
الفتحة الظاهرة على آخره. ظهرا هو مفعول فيه، ظرف زمان منصوب على الظرفية. ننتقل الآن إلى تمرين آخر. أقرأ الجملة التالية ثم أتمم الجدول. إذا الجملة الأولى: أقبل الرجل مندهشا. جملة ألف: صاحب الحال هو الرجل. معرفة أو نكرة؟ إذا هنا لدينا معرفة، صاحب الحال معرفة، الحال مندهشا، طبيعة الحال الحال ويكون نكرة، حالته الإعرابية منصوب. الجملة الثانية: دخل التلميذ للقسم مستاء. باء: صاحب الحال التلميذ، معرفة، صح الحال هنا مستاء، كذلك نكرة منصوب، حالته الإعرابية منصوب. جيم: رأيت اللاعب نشيطا. صاحب الحال اللاعب، معرفة، الحال نشيطا، معرفة أو نكرة؟ نكرة، حالته الإعرابية منصوب. دال: وجدت العالمة منفعلة. إذن هنا صاحب الحال العالمة، معرفة أو نكرة؟ معرفة، الحال منفعلة، معرفة أو نكرة؟ نكرة، حالته الإعرابية منصوب. سادسا: أسطري الكلمات الدالة على الحال في كل جملة مما يلي. إذن هنا ضع سطرا تحت الكلمات التي تدل على الحال. تدفقت المياه هائجة من أعلى السفح. بطبيعة الحال للحصول أو لإيجاد الحال في الجملة نطرح السؤال بكيف. كيف تدفقت المياه من أعلى السفح؟ تدفقت المياه هائجة، هذا هو الحال. قرأ القرآن مرتلا لآياته. وصل القائد للجزيرة متعبا. كان حفل اختتام كأس الأندية بالمغرب مبهجا. سابعا: أتمم الجمل بحال مناسب. أنهى الطالب الامتحان مسرعا مثلا. نمى العشب مخضرا. استيقظ المؤمن مستبشرا مثلا، مستبشرا. تسير السيارة مسرعة. دائما الحال يكون منصوب. سابعا: أعرب ما يلي. بدا الماء النهر عكرا. إذا بدا فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على آخره. ماء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. النهر، عفوا هنا وهو مضاف، النهر مضاف إليه مجرور، طبيعة الحال وعلامة جره الكسرة الظاهرة على
آخره. عكرا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.